إذا مقادير بقلاوة ليالي لبنان بالفستق، نحتاج لهالوصفة، وصفة الحلو، طبقة البقلاوة اللي بدها 12 ورقة عجين بقلاوة بالإضافة لزبدة مذابة، كمان بدنا لطبق ليالي لبنان 3 أكواب حليب سائل، ربع كوب حليب ناشف، نص كوب سكر، معلقة كبيرة مزهر أو مستكة، كوب إلا ربع سميد خشن. صح. طبقة الفستق الحلبي بنحتاج لها فستق حلبي مطحون خشن بالإضافة للقطر وماء الزهر. أما عن طبقة القشطة فبنحتاج لها علبة قشطة، 2 ظرف كريمة باودر، معلقة صغيرة فانيلا ومعلقة صغيرة ماء زهر. للتقديم بنقدمها مع ورق محمدي أو زهر الليمون وفستق حلبي. هاي هي مكونات بقلاوة ليالي لبنان بالفستق، ويعني مكونات لطيفة وحلوة، وهلأ منشوف كيف ممكن تعمل لنا إياها. يعني بلشنا بلقمة، صفينا، حطينا صحن. بعرف كيف أجيبك عندي. يعني بالفاصل دوقتني حبة معكرونة، قلت لها لا هاي ما بتزبط، لازم أدوق، قامت عبت صحن، فحطينا صحن راح الرجيم وراح الدايت. بس إشي بيستاهل صراحة. الصوص اللي عملتها الشيف علا اللي هي بيستو وفيها يعني كتير من المكونات اللي حكينا لكم إياها، إشي بياخد العقل. وهينا هلأ عم نشوف على الهواء طريقة عمل البقلاوة بليالي لبنان بالفستق. حكينا لكم المكونات قبل الفاصل، وهي عبارة عن 12 راقة، صح؟ 12؟ يعني 12 15 حسب. هاي عم نشوف كل طبقة عم بتحطها الشيف علا، عم بتحط عليها زبدة مذابة. ايوه بس زبدة، بس تحطوش سمنة ابدا، وعم بتحطها هيك بطريقة الرقات اللي اذا ما عندهم هذا القالب ايش بايش بقدر يحطوه؟ لازم قالب متحرك القاعدة، لازم تبع زي قالب تشيز كيك. نعم صح. اوكي طيب، هلا هون احنا اخذنا الزيادة ما بنكبها، بنحمصها، بنعمل فيها ام علي. ما تتلفي ولا شيء بالمطبخ. تمام. هلا هون انا ضغطت على الحواف عشان ياخذ الفورمة شكل القالب، عملت قاعدة تحمل الحشوة اللي انا راح احطها، وبعدين شلت الزوايد، وبعدين زبطت شكلها لانها هيك راح تطلع معي تحت الشواية على 180 من فوق ومن تحت كرمال تعمل كعب. اوكي حمص. خبزتها طلعت معي بهالشكل، راح تنفخ معك.
مش تخافي. شو رح نعمل؟ احنا بدنا هاي النفخة كرمال احنا رح نفش قلبنا فيها ونكسرها. تعالوا شوفوا معاي. بدك تكسريها؟ اوكي يلا خلينا نشوف كيف. طيب يلا رح نروح نجيب معلقة شوكة فشي قلبك. يلا من نص هذا اللي هون منفوخ رح نيجي نكسر بهالشكل، عشان أنا هاي تعمل معي كعب وتعطيني شكل البقلاوة من جوا. كل اللي منفوخ هون كان هيك بكسره. بعدين بروح بجيب قطر عشان ما تطلع معاي عجينة ناشفة. أنا عم بعمل بقلاوة إذا أنا بحاجة قطر. عيار القطر كل كوب سكر بده كوب ربع، كل كوب ماء كوب ربع سكر. إذا قطرنا الكعب قطر قطر قطر، كل كوباية ماء بدها كوب ربع سكر. رح نروح نجيب الفستق الحلبي، بقلاوة بدها فستق حلب، وننزل عليها شوية قطر حشوة المعمول يا ستاتنا الحلوين. تمام صح. وبعدين رح نجيب ماء زهر، بسم الله الرحمن الرحيم، ماء زهر نقطة. بعدين هذا اللون رح يصير معاك كمان مش حلو، هذا مش مغشوش وهذا مش أصلي، هم الاثنين زي بعض. السر حكيت لكم إياه كتير كتير باللون كتير الأخضر. لون أخضر حقه 45 قرش على الرف عند الكاسترد والكريم كراميل. حنروح ندعك الفستق الحلبي مع القطر وماء الزهر. فيك تحط مستكة، ما بفضل مستكة سائلة أبدا إلا باستخدام سرنجة صيدلية نقطة، غير هيك بصير مران. شوفي ما أحلى اللون كيف صار معاي أخضر على العربية على الحلويات. شوفي كيف صار لونه. شو بيعطي هيك يعني شكل حلو للفستق، لون غير شكل. هلأ كيف أنا بتكون معاي الأمور تمام هيك مهرهرة؟ لازم يصير معاي زي العجينة. شوفي لسه فارط عن بعضه. شوفي هاي اللي جهزتها، طلعي لو أنا أجي تعمل فيها دوائر حركة رح تطلع صح. هاي حشوة المعمول، إذا بدها قطر. يلا شوية قطر، نرجع نجعجنهم مع بعض بهالشكل. وبجيب القالب فوق القطر اللي حطيته وبنزل الفستق الحلبي كرمال يعمل عندي طبقة بقلاوة. إشي فاخر جدا. مالك صافي؟ أكل أنا. رح أكل. رح أتحلى. فايز عطية صباح الخير، خليني ألتهي شوي بدل ما أنا صافنة بالطبق. أم قيس ملكاوي صباح الفل، مرامي يسعد صباحك وألف مبروك أكيد لكل طلاب التوجيه ولبنتك سوزان الفزعة كمان وأم رمزي أم محمد طراونة. خلينا ناخد اتصال أم حبيب. مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك يا أليك؟ شو أخبارك؟ أنا منيحة، كيفك أنت يا أم حبيب؟ والله مشتاقة. أنا مشتاقة. يسعدك يا رب يا ميت، أهلا وسهلا. أهلا فيك يا حبيبتي، أول شيء صحتين وعافية على قلبك. تسلم يا ربي على قلوبكم إن شاء الله يا ربي، تعملوا هالطبخات الزاكة وتتهنوا فيها. يلا إن شاء الله يا ربي. وجو الشيف علاء، كوني زعلان أنا يعني كثير عليكو، كونه صرت متواصل مع الشيف علاء ثلاث مرات على الانستغرام، حكت لي إن شاء الله غير أرد عليكي، بس للأسف ما ردت علي الشيف. لا إن شاء الله أكيد. فتحنا ما عم يوصلني، حاولي ابعتي يمكن عم يروح على الأذر، مش عارفة والله صراحة. والله يا شيف بعثت لك رقمي، حتى هي اسمها الصفحة صفحة طارق رجوب. طب خليكي هلأ تحت الهواء ياخذوا رقمك، أنا بتواصل معك لأني فتحت ما لقيتك، فشكله على الأذر عم يروح المسيجات. تسلمي يا أم حبيب، شكرا لك. أهلا. سوزان صباح الفل، أم نور. طيب خلطة ليالي لبنان اللي أهل لبنان بيعملوها، أهل البقاع تعلمتها أنا من ست، نحط فيها نص بيضة لا. سر رح أعملكم إياها يوم أدوقك إياها صراحة، سرها ببياض البيضة. خلينا إحنا نعملها ستاندر. رح نروح نجيب 3 كوب سائل، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الخلطة بدك تطبخيها على الغاز، بس أنا رح أعمل لك إياها هون عشان تتذكري إنه لازم كله على البارد، بعكس ليالي لبنان اللي بنعملها عادة بنخلي الحليب يفتر وبننزل السميد شوي شوي عشان ينطبخ ويفتح وإيش يصير فيه ويتضاعف حجمه. هلأ هون كله على البارد، كوب إلا ربع من السميد. ليش على البارد ولا هاي؟ أفضل هيك الوصفة عشان تمسك بعضها. أوكي. رح نجيب ربع كوب ما يقارب 4 معالق كبار من الحليب الناشف، نص كوب من السكر، زيدي قللي استثني بصير لأنه في كمية سكر في الموضوع. ورح ننزل كمان ماء زهر، بدك تحطي مستكة. ماء الزهر والمستكة هذولا أنا لعيونك.
تمام لهون؟ تمام. كله بنطبخه على البارد لما يصير في عندي شو ليالي لبنان، بدك تسكبيها سخنة فوق الفستق الحلبي والعجينة كرمال تلزق فيها. أنا رح أورجيكي كيف. طلعي بعد ما طبختها، طبعا هاي زادت من الطبخة الأولى، بدنا نضلنا نحركها وهي على النار. بالضبط، بدك تضلي جنبها دايما ليالي لبنان، والهريسة احفظيهم سميد خشن. أوكي. ولا سميد وصل، سميد خشن. تمام. سميد خشن. 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 أي سؤال مع أليكس. يلا إذا بدكم أي استفسار عن أي شيء بعتونا. زهرة البيلسان يسعد صباحك، أبو عموار حبوب كمان، يا ميت أهلا وسهلا. عبد بني صخر يسعد صباحك. وخلينا ناخذ اتصال. وسارة كمان نصبي على نسرين مسلماني. سارة صباح الخير. صباح النور. كيفك يا سارة؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. قدي عمرك سارة؟ 12 سنة. 12. بتساعد الماما؟ ولا ما بتخليكي تدخلي على المطبخ؟ المطبخ لا. ممنوع الدخول إلى المطبخ. طب سلمي لنا عليها، هي موجودة معك؟ يلا صباحك عسل يا أمر، سلمي لنا على الماما. حطينا هون علبة قشطة حديد أليكس، ما في عندهم الحديد حطوا علبتين اللي زي باكيت العصير، ظرفين من الكريمة الباودر، بعدين حطيت فانيلا وماء زهر، وبعدين عشان أخفقها بتحط شوية حليب بارد أو كريمة حلويات سائلة. بنخفقها لما بتصير بتاخد بتضاعف شكلها، وبعدين رح نحطها بالفورمة ونكمل الديكور. هلأ ليالي لبنان كمان مرة بنسكبها سخنة. هي سخنة. سخنة. اتفقنا؟ يلا. لأنه بعدين بتجمد فما بتعرفوا تسكبوها، بتسكبوها بتجمد دايركت فوق طبقة الفستق وفوق أكيد عجينة البقلاوة. وهي شكلها. أنا ما بعرف أشتغل بمكان محجوق فلازم أفضيه. بعد ما سكبت فيها الشيف علا طبقة ليالي لبنان. صح. سحر صباح الخير، شكرا لك، شكرا للجميع حقيقة على كل هاي الكلمات الحلوة. أم رمزي أشوف إذا في أي استفسارات لعندكم تبعتوا لنا إياها. فكيناها ولا ما فكيناها؟ غناء الدرباشي صباح الخير، وهي هنفكت. رندا إدميري يسعد صباحك. نسرين مسلماني حكينا صبحنا عليكي. إدريس العمران أليكس هيها. صباح الفل. تمام. هلأ الديكور عليكي. هاي القشطة طعمها قريب من الآيس عليكي كريم فانيلا. فكرت بتقولي لي أنا بدي أقول لك أنا الديكور كيف علي، يعني مش رح أعرف أدبر حالي. ست البيت. تمام. إذا هاي طعمها زي الآيس كريم فانيلا، فيكي تدهنيها وتحطي لك هالفستق. تمام. وفيكي تعملي زينة. شفتوا المنظر اللي بيشاهي صراحة.
واوقات كثير يعني تحت الهواء بتقول لي رح تاكلي، قلت لها طبعا رح اكل. فهلا بعد الهواء باذن الله رح اجرب اكيد البقلاوه بليالي لبنان والفستق. شوفوا ما احلى الزينه، اوقات كثير مش بس هي لانها زينه، هي بتعطينا شو في داخل الطبق يعني، فهيك بنعرف انه في جواها كمان فستق. ايوه بهالطعم الحلو وبهالمنظر الحلو بنختم معكم مطبخ يوم جديد. بقول لكم يعطيكم الف عافيه وبقيه نهار ولا اجمل، وبلتقيكم اكيد بحلقات قادمه. باي باي. يعطيك العافيه. الله يعطيك الف عافيه قمر. هيك عم نحط احنا شوي من الفستق الحلبي زي ما ذكرت أليكس. دائما غلط في عالم الطبخ نحط اي شيء ديكور على اي طبق وهو مش من احد المكونات. لما نحط فستق اذا في بالداخل فستق فعلا، كلام سليم. بس هيك سلامة خيركم. رح نجيب شويه ورد محمدي، بدك تحطي قطر، بدك تحطي عسل، احملي اللي بدك اياه وزي ما بحلالك. فهلا شو رح اعمل؟ رح اجيب شويه قطر بهالشكل. يا سلام اصحاب القلوب الضعيفه، اتمنى انهم ما يكونوا يشوفوني اليوم ولا زعلوا علي. راح نجيب شويه ورد محمدي، ممكن نحط زهر الليمون كمان. بتمنى لكم نهار سعيد، وان شاء الله غدا في براسي موال اذا زبط راح نغني انا وياكم. تابعوا يوم جديد غدا الساعه 10 ان شاء الله، بشوفكم على خير. باي باي.